اول مكون معانا علشان نعمل البسبوسه بتاعتنا، معايا كوبايه من الزيت النباتي، كمان علبه صغيره من الزبادي اللي هي 100 جرام، معلقتين كبار من القشطه، اي نوع قشطه متوفر عندنا من السوبر ماركت او من عند اللبان، كوبايه من اللبن البودر المحمص. المكون الاساسي بقى معايا في الوصفه تمر. انا كنت عامله معاكم مربى التمر قبل كده، تمر طري. لو ما عندناش المربى التمر، ممكن تمر ننقعه في ميه ونضربه في الخلاط. معايا كوبايه كبيره مليانه، او من الكوبايات المعياريه يبقى كوبايه ونص. نقلب كده كل المكونات كويس جدا مع بعض. انا عايزاكم تجربوا البسبوسه بالتمر، يعني قد ايه طعمها حلو وبتدي طاقه ومفيده جدا للولاد بجد، وكمان ريحتها وريحه الحليب المحمص، ولا بجد كل حاجه حلوه جدا فيها، لازم تجربوها. دلوقتي بقى كوبايتين من السميد الناعم، السميد بتاع البسبوسه اللي من عند العطار، معلهوش اي اضافات. معلقه كبيره من البيكنج باودر، هقلبها بس كده مع السميد. دلوقتي بقى رشه كده بسيطه من الملح تعادل السكر بتاع التمر. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. انا عايزه كل المكونات تتجانس مع بعض، بس مش عايزه اقلب كتير، هي دوب تقليبه كده بس، اخلط كل المكونات مع بعضها وتكون جاهزه معايا. دلوقتي البسبوسه بقت جاهزه معايا، هو ده القوام المطلوب. لو حاسين ان هي عايزه معلقه من الزبادي مثلا نزودها، او حابين او عايزه معلقه من السميد نزود معلقه السميد، المهم نوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده كده. انا هنا معايا صاج مدهون زبده، صاج 30 في 40. لو حابين نقلل الكميه او نقسمها على جزئين مفيش مشكله خالص، بس صدقوني لو جربتوها يعني لازم هتعملوا كميه كبيره زي ما انا عامله كده. هفردها بقى كويس جدا متساويه في الصينيه بتاعتي. دلوقتي فردت كل الخليط بتاعي في الصينيه، هحطها في الفرن على درجه حراره 200، هتاخد تقريبا نص ساعه. دلوقتي البسبوسه اخدت معانا نص ساعه، لونها تحفه من غير شوايه من غير حاجه. دلوقتي بقى نص كوبايه كده من الحليب المكثف هسقي بيها، لو حابين شربات مفيش اي مشكله خالص بالشكل ده كده. انا بس بفرد الحليب المكثف بتاعي على وش البسبوسه كده، طبعا هسيبها تبرد معايا تماما. دلوقتي البسبوسه بتاعتنا بعد ما بردت قد ايه طريه بجد، حلوه جدا. هنقطعها طبعا التقطيعه او الحجم اللي احنا حابينه، وبكده البسبوسه الدايبه بجد تحفه جدا. شايفين بقى البسبوسه دايبه دوبان ازاي؟ شايفين بجد تحفه ومرمله، وريحتها وطعمها تجنن. وصفه حلوه قوي، لازم تجربوها. لو جربتوها هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. واللي جرب الوصفه وتعجبه يا ريت يسيب لي رايه في كومنت، ما تنسوش تعملوا لايك. سلام.